وطبعا انا عارفه ان حضرتك بتعتز بهذا المنصب بشكل خاص، وهو انك استاذ بكليه الاقتصاد والعلوم السياسيه جامعه القاهره. ده صحيح، ده بيت الاساس يعني. انا اعتز بان انا اكون استاذ في الكليه، وكنت معيد فيها، وطبعا كنت طالب فيها، ويعني علاقه وطيده للكليه على مدار 40 سنه، علاقه حياه. دكتور، يعني طبعا احنا يعني امامنا دلوقتي الكتاب الاحدث بالنسبه لحضرتك، وهو في التقدم مربكات ومسارات. يعني احنا اساسا حدث لنا نوع من الربكه مع العنوان، وده المقصود صحيح. يعني ده نوع من يعني من التقديم الجيد جدا للكتاب. ايه المربكات والمسارات دي؟ هنتكلم عن التقدم يعني. يعني هو الفكره الاساسيه هو انه الدول في سباق مستمر، سواء كان هذا السباق بارادتها او انها مش واخده بالها انها في هذا السباق. طول ما في دول فيها ناس وعندها اهداف للاستمرار، فهي في سباق وفي تنافس دولي، وانها مع نفسها حتى لو لم تعترف بهذا السباق الدولي، هي تسعى دائما للتقدم وللتطور، لتحسين مستوى المعيشة، لتحسين الدخول، للإبقاء حتى على الوضع اللي هي شايفانا مستريحة عنده. ولكن حتى يتم ذلك، بتعترض الدول المختلفة مربكات مفاجئة لها، بعضها من الممكن أن يكون مفاجئ لأنه ما كانش في الحسبان، وبعضها لو لم تستعد له هيبقى مربك أيضا. يعني مثلا هناك مسار للعالم ناحية الاتجاه في ثقله ومركز الثقل الاقتصادي له ناحية دول الشرق، بسبب أنه عندها نمو أعلى وتجارة أكبر واستثمارات أحسن. لو الدول المختلفة، ولتكن مثلا بلدنا مصر، ما خدتش في اعتبارها هذا التطور، هيبقى في مشاكل في المستقبل لو لم تتحسب لها. بمعنى أنها لازم تكون عارفة طبيعة الدول اللي هيكون لها دور أكبر في الاقتصاد العالمي، ومن ثم السياسة الدولية، تكون عندها علاقات متميزة بها، أن يكون عندها استثمارات أفضل معها، يكون لها تجارة أفضل معها. فإذا تجاهلنا هذا الأمر اللي هو في حكم المحتوم، أنه الصين سوف يعني تكون أكثر تقدما مما هي عليه الآن، وبالتالي لازم أكون مراعي هذا الأمر. لكن ممكن أن تكون مثلا أشياء غير متوقعة. يعني مثلا مصر على سبيل المثال ما كانتش معروفة أنها في إطار لإصابة بزلازل أو هزات أرضية، ولكن في مطلع التسعينيات حضرتك تفتكرين أنها حصل لها هذا الارتباك، فده ما كانتش عندها مثل هذا التحسب له. أنه يحصل مثلا حاجة زي كورونا، العلماء لم يفاجأوا بها، وكان في تحذير كبير من أنه العالم معرض لفيروس من الممكن أن يكون أشد وطأة من إيبولا اللي أصابت عدد من الدول الإفريقية. وفي عدد من التقارير الدولية طلعت عن عدد من اللجان، منها تقرير بيقول أن العالم في خطر قبل ما يتم الإعلان رسميا عن كورونا في شهر مارس من عام 2020. قبلها بحوالي 4 شهور طلعت لجنة دولية بتقول أن العالم بالفعل مهدد بأنواع من الفيروسات، وأن العالم مش مستعد للتعامل معها، بما في ذلك الدول المتقدمة. وبالتالي ده نوع من الإرباك الآخر. ففي حاجة أخرى، أنه مثلا المستجدات والمستحدثات التكنولوجية، احنا عارفين أنه في التكنولوجيا الرقمية، وإحنا الآن بتستضيفنا جامعة مهتمة بموضوعات التكنولوجيا ومستحدثاتها وتطبيقاتها. الدول اللي عندها استعداد بالاستثمار في البشر وفي الذكاء الاصطناعي وفي البنية الأساسية الرقمية، هتجدي ان عندها فرصة كبيرة جدا انها تنطلق. الدول اللي بتعتبرها انها شيء يعني بسيط، هتجدي انها سوف ترتبك وسوف تحيد عن مسار التقدم. فالفكرة هنا هي مسألة الاستثمار في الاستعداد لهذه التغيرات، وان اذا كان هناك مسار للتقدم فيجب ان الواحد يحافظ عليه. اشبهه كده ببساطة، انه لو واحد قاصد انه يروح اسكندرية من القاهرة، الطريق ان شاء الله يكون سليم، ولكن من الوارد ان يحصل عضب ما في السيارة، ده يربكه شوية، المفروض بقى ما يتعطلش عنه. ممكن يبقى في حادثة لا تصيبه بأذى يتجاوزها ويتحرك، ممكن يبقى في عاصفة رملية يتفاداها، لكن هو يجب ان يكون عارف فين هدفه، وهو الوصول الى الاسكندرية سالما وغانما، والعودة منه ايضا. فهي الفكرة هنا هي الحفاظ على المسار، واذا تعرضت السيارة ولا صاحبها لقدر من الارتباك، ده مش مفروض يبقى
عودة إلى الوراء أو تردد في الاستمرار، يعني يحتوي هذه الصدمة ويتحرك بعدها. يعني هي الحقيقة كلمة مربكات هي يعني لفتت النظر أيضا للكتاب، هي من الربكة أو من المعوقات أو أما المسارات فهي العكس. المسارات هنا بقى أنا بقول إنه الطرق التي تؤدي إلى عكس إلى التقدم وإلى التنمية. وبقول هنا وأكدت في أكثر من موقع في هذا الكتاب إنه مسألة التقدم أو التخلف هي اختيار، يعني ما هياش مسألة كده قدرية والناس محتوم عليها. بمعنى إيه دكتور؟ حضرتك بتقول كلمة كبيرة يعني إن التقدم أو التخلف اختيار، والفقر أيضا اختيار، اختيار دولة واختيار مجتمع. بمعنى إنه إذا كانت الأمور المؤدية للتقدم أصبح متعارف عليها بعد يعني مراجعة تاريخ تطور الأمم وتقدمها وتدهورها أيضا وانهيارها، هتجدي إنه موضوع التقدم ده بيأتي وفقا لأسباب يتم التعامل معها والأخذ بها. واحدة منها الاستثمار في البشر، في التعليم وفي الرعاية الصحية، وده مهم جدا. فإذا لم نستثمر في الاستثمار الجيد نوعا مش كما في التعليم والرعاية الصحية، يبقى المكون الأهم من مكونات النمو والتنمية والتحرك هو هيبقى عليك مش معك، مع أنك عندك بشر لكن لو لم تحسيني تعليمهم هيبقوا عبء ومش هيبقوا يعني واحد من مصادر الحركة والتقدم. الحاجة الأخرى إنه البشر ده محتاج بنية أساسية، محتاج مستشفى، محتاج مدرسة، محتاج طريق، محتاج بنية أساسية تكنولوجية، فده الاستثمار الثاني. في استثمار ثالث اللي هو الاستثمار للتوقي من الصدمات، ما يعرف بالاستثمار في القدرة على العودة إلى المسار، أو بيعرف بالريزيلينس، يعني يبقى عندي قدرة مش بس على المقاومة ولكن أيضا قدرة على الارتداد إلى المسار الأصلي. تمام. يعني يبقى فيه قدر من المتانة إنه للاقتصاد وللمجتمع إذا لا قدر الله أصابه ضرر يبقى عنده القدرة على ماذا نفعل يعني؟ على معاودة المسار. وبالتالي إنه صحيح في مربكات ولكن أيضا هناك علاجات لها، ولكن الهدف هو إيه في الآخر؟ هو إن أنا حاطط نصب الأعين إنه يبقى في فكرة التقدم دي موجودة. أما بشوف في هذا الشأن إنه مثلا حالة زي حالات الدول التي تقدمت، منها الدول اللي في منطقتنا كانت ذات حضارة كبرى وذات تقدم في وقت كانت أوروبا متخلفة. الصين والهند حتى عام 1820 كانوا هم في القمة ولكن تراجعوا. أوروبا بعد الثورة الصناعية الأولى كانت في المقدمة، الآن الولايات المتحدة هي في المقدمة. فالمسألة هنا هي ليست حتمية ولكن هي فكرة استثمارات وأيضا يعني أخذ الفرصة، لأن من الممكن ممكن يبقى في حاجة حصلت ولكن الناس تتغاضى عنها. يعني لو لم تهتم إنجلترا على سبيل المثال بما اكتشفته من الفحم في مناجمها واستخدام الحديد، فالثورة الصناعية الأولى بنيت على هذين العنصرين. طبعا كان معاها وسبقها اهتمام بالعقل وثورة معرفية، ولكن هو كمان هذه الثورة المعرفية دخلت معاها المادة. حضرتك وأنا درسنا في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ما كانوا بيعلمونا في مادة مبادئ الاقتصاد، كانوا بيقولونا أنه عناصر الانتاج أربعة مش كده؟ الأرض ورأس المال والعمل، ثم هناك دور لما يعرف بالمنظم صاحب المهارة في الإدارة. الكلام ده على أيام ما كنا احنا بندرس، لكن دلوقتي بيقول لك لا ده مش القصة خالص كده. واحد من اللي خدوا جايزة نوبل في الاقتصاد مؤخرا اسمه بول رومر، وانا اشرت لدراساته هنا، بيقول لا العملية مش كده خالص، ده هي it's people, ideas and other things، يعني هي بشر وافكار واشياء اخرى. الاشياء الاخرى دي بقى تكون الارض، تكون ثروه معدنيه، تكون مجالات في الطبيعه، وده اكدت عليه الوقائع اللي احنا شايفينها. حضرتك بتشوفي سنغافوره دلوقتي، ايوه، ايه اللي تملكه من الارض؟ الارض دي كانت يعني جزيره صغيره تقريبا، وكانت يعني مستنقعات. حضرتك تعرف انه سنغافوره في وقت من الاوقات الاتحاد الماليزي
لفظها، قال انتوا مش هتجيبوا لنا حاجه مفيده. وفي على اليوتيوب كده اللي عايز يشوف قصه حياه لي كوان يو، انه طلع في يوم من الايام باكيا لشعبه انه يعني لفظوا من الاتحاد الماليزي وان عليهم ان هم ينطلقوا وحدهم، لانه ولا كان عندهم بترول ولا عندهم ثروه معدنيه، وكانت يعني فرصهم في انه يبقوا في هذا الاتحاد، يعني فرصهم في النمو ضئيله يعني. دلوقتي يعني ماليزيا تطورت وتقدمت وكل حاجه، لكن سنغافوره متقدمه عنها بشده. بايه؟ بالاستثمار في البشر، في التعليم، افضل تعليم هناك دايما. حضرتك هتجدي في التصنيف الدولي حتى قبل دول كانت متقدمه عنها او دول حتى احتلتها، هتجدي انه سنغافوره قبل اليابان وقبل انجلترا وقبل كل الدول الاوروبيه في موضوع التعليم، في الرعايه الصحيه الناس بتروح تتعالج هناك حتى من الدول المجاوره لها. البنيه الاساسيه عملت بنيه اساسيه متطوره، افضل شركه طيران على مستوى العالم في هذه الجزيره الصغيره ومستمره هي في سنغافوره. القدره على التوقي من الصدمات الاقتصاديه او غيره هتجديها سنغافوره. فهنا أنا بدي ده مثال. طب فين بقى الأرض الشاسعة مش موجودة؟ فين البترول؟ صفر. فهنا كوريا نفس الكلام،